ليلة الإبداع. ليلة الإبداع، لماذا سميت بهذا الاسم الإبداع؟ صراحة وصدقا أقول، مجموعة من المبدعين الكبار، مجموعة من العيار الثقيل وزنا للحرف الراقي والمميز، تمتاز بالحرف الجميل، تمتاز بالحكمة، تمتاز بتوازن عن القصة والشعر. هن الرائدات، هن الخالدات، هن ما أمر الله لنا أن نقف لهم إجلالا واحتراما. معنا شاعرة من العيار الثقيل، أنا أقول في حقها وألقبها من زمان، لكن اليوم سأعطيها اللقب التي ألقبها، رابعة العدوية، رابعة العدوية الناسكة في محراب الحرف، فوزية أمين تحت تصفيقاتك الفرح. أول مرة غادي نقراكم من الديوان. إعادة رسم. كم أحتاج قاموس مفردات يجللها نور يرنم دفق لغتي. كم أحتاج قاموس مفردات يجللها نور يرنم دفق لغتي. يولجها بئر المعنى حين أتلو تراتيلي بنكهة أنثى. يرسمني همس ينبثق الهوينا من زنابق الماء. يرسمني همس ينبثق الهوينا من زنابق الماء. يندس ثملا في تلابيب نارنج وجل نار. ينشر فحواه نمنمة نشوى على جناحي فراشة تحاذي مصر الضياء. برقة تطرق باب القلب تعيد رسمي وسع نثار رذاذها. بخفة تنسق الألوان زنابق جدلى في ائتلاف تغازل النبض. وسحرا أزليا يترقرق قريرا في الشغاف. نبوءة. هي كطيف ينسل منبعثا من محرقة، ينساق وئيدا فوق رؤوس جافية صوب غيم مؤله، يشع في سماء صافية. قد عادت ترتجي خضرة الروح، قد عادت ترتجي خضرة الروح وزرقت أنهار مشرعة السجايا. هي كما هي، ما زالت على عهدها تعتق الندى من ثغر المزن الجانح. عسى ضوع الياسمين لا يتعجل الرحيل. ها هي أسيرة الشوق ورخيم الحكايا، تبرعم الخبايا بين غصة روح وجزعة قلب. والصوت يلامس شهقة الموت، يهوي موؤودا في حضرة بنات نعش. ها هي صوب السماء بغتة تشخص بقلب خضل وحلم ثمل، وكخفقة النسيم تستنهض روحها تقاسيم الصبح. يرف القصيد موعودا بالندى، يشف عمق الكون ويرقص الموج للقمر. سأقرأ قصة تحت عنوان اللوحة، حكاية في خلال أقول قصة. ثمة إشارات
تمارس علينا خدعها دون أن نتمثلها. هكذا كنت أحادثني وأنا أعود مساء كما الفراشات التي تعبت من الدوران على الضوء لتحكي الإشارات. هكذا كنت أحادثني وأنا أعرش جثة متهالكة من فرط التعب بمقهى اعتدت أن أمارس فيها حماقاتي، وكأنني أختبئ من مسوخ الوحدة والقلق والخوف، وأتماهى مع عفونة أدخنة الدخان، وألاقط بمخيلتي هندسة الأشياء بهاته المقهى الفارغة والمنعزلة كي أرسم صورة شجية منعكسة على ذاتي. الرجل النادل بربطة عنقه المتدلية والمطروح على كرسي بقرب الكونتوار يغالب النوم في تتاؤب وينضح عرقا ويراقب الرواد في تكاسل تام. امرأة وحيدة منزوية بفستان كالكور بلون الخمر الفرنسي تداعب سيجارة صفراء تشدها ربقة الفضول نحو قط مكتنز متربص لطائر مقفوص على الكونتوار. رجل بشعر مجزوز أبيض وعينين ذابلتين يضع بيده جريدة لم أتبين لغتها. أعتقد أني الشخص الوحيد الذي يكلمني، وأنا أحاول أن أكسر كمال الفراغ بهذه المقهى الحزينة الفارغة مندفعا نحو تمثل الإشارات لأبتلع فراغها في صمت محموم وتصدع ذاتي، مرددا العبارة الشهيرة لأينشتاين والتي أحفظها عن ظهر قلب: الزمن يتباطأ كلما زادت السرعة. طبول دقات الساعة الحائطية المعلقة على حائط المقهى وتباطؤها أزعج تأملي، وبأنانية مطلقة أدركت أن دائرة الخيال لدي أبدعت سلسلة زمانية غير محددة بين زمن الصفر واللا نهاية، لتتولد لدي وبمنطق الخبث الاحتمالات التالية: احتمال أول، المرأة الوحيدة التي بالمقهى والتي لا تخلو عيونها من نظرات ساهية ربما تعد المسافة الزمنية الفاصلة بين انقضاض القط المتربص للطائر زمن صفر وبين لحظة سقوط القفص زمن لا نهاية، وانسداد العصفور خارج فضاء المقهى كي تكتمل الصورة لديها. فلحظة الصفر هي اللحظة الوسيط الأبرز في تحقيق رغبتها، وبين زمن النهاية حيث تشد الإشارات. احتمال ثاني، الرجل ذو الشعر المجزوز والذي حقنت دماغه المرأة بحمض اللذة ربما تسببت صورة جلوسها وانسداد فستانها في تولد زحمة من الإشارات الغريزية، وفي اندفاع زمن الصفر حيث استفاقة الشهوة لديه، وزمن لا نهاية حيث اكتمال الصورة ليتماهى في شرود مع أشياء المرأة. احتمال ثالث، النادل المتكاسل والذي يرقب فراغ كأسي بعينيه المتثاقلتين ربما يشاركني خدعة الزمن أيضا. هو أيضا بشكل تلقائي لا نخجل من أنفسنا في ممارسته.
من بين هذه الازدواجيات هو عندما نفصل بين الله وبين القلب. عندما يحل رمضان نلبس ثواب الخشوع ونكاد نلغي كل ما يمكن أن يصدر من القلب، ومجرد ما ينتهي رمضان نلغي الله ونسير وراء القلب، رغم أن القلب هو مما أهداه الله لنا في أجسامنا لنذكره، ولا فرق بين ذكر الله وبين خفق القلب. استحضرت هذا لأقدم لكم هذا النص: سفر عشق في حرف الميم، ولكل منا ميمه. أهديها لكم ولكل ميم يسكنكم، كما أهديها للميم التي تسكنني. سفر عشق في حرف الميم. الميم من المنعم تجلت قدرته أنعما، أقلها خفق القلب، تردد النفس بالصدر، وعلى مدى الحياة يصاحبني بلا مقابل غير الشكر السمع والبصر. والميم من المجيب تعالى ذكره، إجابة دعوة المضطر الغارق في يم الذنوب، يرجو تطهرا، يرجو ملاذا يحتمي بظلاله، هاربا من فعاله يقوده الخجل من حصاده والخفر. والميم محمد، والميم محمد صلوات الرب عليه، مصطفى الحبيب المختار من دون الخلق رحمة، هدية الخالق للعباد، به يهتدي من تاه بدروب الحياة، له سجدت ملائكة الرحمن إلا إبليس، ما أدعن للأمر ركب العصيان، ركبه الغرور والكبر. والميم محبة أودعها الله بالقلوب، بها ائتلفت نفوس حبا، بها ملكت مهجتي، من قادني لدنيا حب مجنون، من تملكت القلب سيدة، من توجها الفؤاد ملكة، تسود فيه وتأتمر. والميم ملهمتي، بها الأنامل ترسم بالحرف دنا، ما حلمت بها أشكلها بين الرضا جنات، أنعم بفيئها وتلفني الخيبة إذا ما تكدر منها القلب، فأعيش جحيم وحدي وتخيب الآمال بدنياي وتنكسر. والميم محار أنبت الألم بأصدافها الدر، يشع منه البريق يخطف لب العاشقين، وما دروا أنه شعلة حرقة استدارت برحم المحار، وما البريق إلا غير الآه صارخة منها ينطلق الشرر. والميم مملكة أنت على عرشها، هامة يعلو جبينها عزا مشرقا، وبأنوار العشق بتراتيل الوجد مرصعة، ومملوكها أنا، ما تبقى من أيامي حتى ينسد علي قبري.
وإني من غيرها من غير الرضا يشع منها يشكوني مني إلي قهري فأنادي صارخا أيا من ملكت بوحي هاتفا لها سرا وفي الجهر على يديك أعلن توبتي وإليك أعلن أوبتي ومن غيرك حبيبتي تموت بدنياي الأشعار والفكر. والميم ميلاد حياة على ضفاف صدرك ملهمة انبعات من تكسرت مناه يوما وعلى أعتاب هواك يصلي عشقا وقد توضأ من دفء الحنان فيك بعدما أنهكه ثقل الأيام والسفر. والميم موت إن شئت شهيد عشق بدنياك فاغسلي قلبه المتيم بعطر شذاك وطهري الجسد المسجى بدمع يسيل مضرارا به الله حباك واجعلي أهداب عينيك له كفنا ثم أهيلي على قبره تراب النسيان فقد كنت له حبا وحيدا ما شاركك فيه إنس ولا بشر. سلحفاة زفزاف قد يحدث أن تنثر من صورة مجازية أو جملة طويلة غير متناسقة معوجة كأنها من العصر الباروك شبيهة بسلحفاة تتخبط وسط الوحل أو تقف جاهلاً أمام طوابير طويلة تزحف بطيئة بأوامر من عقلية بيروقراطية أشبه بسلاحف منهكة. لكن هذه الصورة عكس ما تتصوره سابقاً. سلحفاة ترفع رأسها في رجاء فاغرة فمها لالتقاط قطرات ماء تتساقط من ورقة الخص ترفع يدا عطوفا كأنها قطارة تشح بإرسال تلك القطرات الممتنة والعدل من يهب الأرزاق لا يمنى يزفرها زفزاف ثم يطرح ورقة الخص أرضا فيتجه صوبا شرفة بيته يتكئ على عريضتها الخشبية وحتى يحد من بصره بين الأعلى والأسفل حيث الشارع تحت فرد جريدته الصباحية مثلما يتنبه نبي إلى ملاك وحيه أو ضال يهتدي إلى دليل على حين غمر لفت انتباهه خبر ماتيلا السلحفاة التي أهداها البريطاني جيمس توب إلى العائلة الحاكمة في طونغان وذلك بعد ولادتها بفترة قصيرة بقيت في رعاية العائلة حتى وفاتها لأسباب طبيعية عن سن يناهز 188 سنة. كم من مرة حملني خبر قرأته في الموسوعة والقواميس على أن ما يكون أكثر حكمة وفهما لاستيعاب حياة السلاحف التي لا تظهر في تلك الوسائل كغيلم تسكنه روح فيلسوف أو متصوف يعتزل الناس ويتمتع ببرودة الدم والأعصاب الهادئة ويمشي بخطوات واثقة صوب أصفيائه ثم تقصفه في العيش وصمته الطويل الذي يشبه صمت الحكماء. غادي نقدم لكم قصيدة بعنوان الرجل بحر. هو مقلد؟ يا بنادم يا خليفة الله في أرض الله يا الناعم بن عايم معطاء يا المفضل عن جمع الكائنات بالعقول يا بنادم يا عزيز النفس
مالك اليوم مغموم ضيوم وعليك اللوم عليك ذرات حبوم صار عزك بعد الصولة معلوم ياك تقلقتي حر عيش حر مع الحرار فك الغلال راه النخوات دوب الحديد لاش تذوق المر لاش تشرب الدل مرار عيش وربي الريش من جديد لا من لايم بملامو وتغاطى غيب تغاه صاح السفيه بكلامو وجاب الله من صغاه وختام القول النخواك الإعلام تفايشوا بإعلام والقلام النخواك الإعلام تفايشوا بإعلام والقدام أهز إعلام كاهية وكون بالخصال عزيز النخوة عز القوام كون خصيم من الشهام وإلا كان طاغي حديد كون أنت نقرة كون أنت البريس غادي نقدم مقطع من قصيدة في العشاقي أو ما كيتسمى العشاقي في الملحون هو الغزال قصيدة بعنوان زينة الخلافة أيا العشيق خود قصة العشيق جا سر وزينها في صلب دواك جمال عريق دق بحروف رقيقة ما حزت ولا نضرت مثلو بحداقي القد عتيق شموخ البراج شهيقة والسالف كنسدا تخبل في شواقي وجبين مسقاب هاه من نور الباقي حين جات عيوني في جبين هالبراق صحصحات رموشي بعد السهوفة مثيل جيش محزم سراف جوف الأعماق مثيل جيش محزم سراف جوف الأعماق صفقرة مشاهدة يوم جات عيوني في جبين هالبراق صحصحات رموشي بعد السهوف فاقوا مثيل جيش محزم سراف جوف الهماء صالف القلب سقام والعروق داق نار حب الغفلة سالو حشال بالشاق من كواو ونرواو بسمها وداق هاك خباري يا سايل عما صار نهار مشيت نزور صاحب في جواري لحت نظاري نصيبها في باب الدار شريفة ومباركة من خلق الباري قلت نواري ما يجيب الجار كبار دغيا عيد وقت باحت بصراري قفات ولا رضات تنظر في بصاري أحنا قلبي من سيف دوك الشفار أحنا قلبي من سيف دوك الشفار خلخلو ميزاني وسلفو عبارو آه حمولتي راني قريب كجار ياكل الجار حقوق على رقاب جارو وللإشارة هي عودة ماشي شي برافو العنوان هو سهم القوس بين الشاعر والقاصي حكاية حب غامضة وخصومات لا تنتهي الأول يخلق الحلم والثاني يفضح ميثاق غباء غريب لا يعترف بسطوة الواقع مراتي أمكنة مهجورة وأدخنة حرائق تراقص شياطين اللعنة وخارج الكلام يعيشان الحياة بالكثير من الحب والقليل من الادعاء بعيدا عن حماقات الافتراض المدنس وليس سرا أن القاص في صحوه الحكيم لا يعترف بشيطانة الإلهام كل ما في الأمر أقنعة المناسبات المصطنعة
عاهرة وتلك الكلمات الحمقى متطاوسة تمجد ما تبقى من جسد باع روحه للمخبرين واستهامات شيخ أفلته الموت وعاش يعترف الخيانة دون تأنيب ضمير. بعد العشي الحزين لم تتوقف العناكب عن نسج شباكها المخادعة، العبور الآمن نحو دفء الليل المنشود في حكم المغامرة، والسقوط المميت في الهاوية شبه مؤكد، ومع قليل من التحوير الدال يتعملق الصمت ويصير الرحيل أصدق أنباء من الكتب. في أول الليل تصير الشهقة غصة خصام حول معنى البياض بسوق العدم، يكتم الصمت القاسي حروف البوح، يخلق شرارات الحنين وسؤال النسيان في حكم اليقين، يطوف بين القبائل يتباهى بما يكتب المريدون والمريدات، ودون حياء ينبح وينضر لمخاد الكتابة والأساليب الناجحة المؤثرة في الحضور المصدوم. يعتزل الشاعر المجروح أقرانه وقريناته، يصير مثل صبي أرعى يتبول على من يحضرون شعره برشات متوالية من آلة تصوير غير ذكية، يتدخل القاص الشبيه بمستشفى متنقل يستدعي الشعراء المتخاصمين، يطرح موضوع الأحقاد التاريخية وعداوات الناس المقهورة، يستضيف الجميع في حكاية صالحة للنشر، يقول شهادته الواجبة ويستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. لو لم يكن من حسنات رمضان إلا أنه شهر فيه نلقى الأحبة ونجدد الوصل بالنازفين حبا لكفى. سعيد أن يضمني وإياكم أيها الأحباب هذا الجمع المبارك، نسترد فيه عافية البوح ونستأنف بين رحابه وعثاء سفر الكتابة. شاكر جزيل الشكر لجمعيات الثلاث حثاوة الضيافة وكرم المسلم فيهم. أقرأ على مسامعكم ثلاث قصائد قصارا أرجو أن تنال إعجابكم. فكلا رياحي بغاب الشوق يا صاحي، فكلا لها ألف نوح ذاكر صاحي، واستوحشت بحمى الأحباب أسئلتي واعتل في خفضة الأشواق إفصاحي، لم يرج يوما وقارا للهوى ألمي، هل كنت بدعا من العشاق في الساحي، إني بلوت رياح الشوق عن كثب فاقرأ شؤون الهوى في ضوء مصباحي، أهش بالشعر والذكرى على كبدي والبين يسقي فؤادي مر أقداحي، عجمت عود الهوى والروح موقدة تبت يدا وهن يبتز أفراحي، يا رحمة البوح هبي واستري وجعي وأشرقي وافلقي كالله إصباحي. أتبعتهم بصري والقلب منفطر يبكي لفيفا من الأشواق مرتحلا، وبايعوني على النسيان وانسحبوا، لم ينس الله في دار الهوى أجلا، غابوا فهمت على وجهي أشيعهم
طو بذكراك يا دار الهوى أملا. قلبي قلبي تأيم في ريعان صوته، يا شد ما نابت الأشواق فاحتملا. وما بلغت إلى حيث اشتهى أملي، كانوا سرابا تراءى واختفى عجلا. ففيما أنشد أشعاري وقد غربت أطيافهم ولسان البوح قد عقل. هذا فؤادي ترقى في محبتهم، فحسبه أن يسام الفقد والثكلا. أتى عليه ودار القوم شاهدة حين من الدهر لم يعدل بهم بدلا. وما تزال به الأشواق ملحفة، ولا محيص عن المقدور إن نزلا. معاذ الحب أن أنسى محبتهم إني حفي بحي جيرة أصلا. قد حصحص الشوق واعتاصت مذاهبه، هلم نقصص معا آثار من رحلا. بأي أرضك يا غبراء قد وضعوا رحالهم، مهدي واطوي لي السبلا. وهل إلى وصلهم صعب فنركبه، ونستحث خطانا نحوهم قبلا. يا نضر الله ألحاظا لسائحة كانت تؤذن في جنبيك حي على. أعجب بعينيك لم يمسسهما وهن، ولم يطف بهما شوق لمن ثكلا. إني سألتك وصلا غير منقطع، أما إلى قلبك الرجعى؟ فقلت بلى. فيئي إلى ركنك المنسي في كبدي، إني تعبت كأني حامل جبلا. أبرأت ذمة هذا القلب معتذرا، ولا علي إذا حبيك قد فشل. نوستالجيا، قد تتذكر أنواعا من العذاب وأنت طفل صغير داخل أسوار المدرسة، تتذكرها الآن كسبب وجيه فيما وصلت إليه من العلم والمعرفة والاستقرار، تبررها بكل ما تملك من حنين للماضي الذي كان أفضل من الآن بكثير. تتذكر عندما جلدك الأستاذ لعدم حفظك سورة الحديد، وعندما حملك صديقك القوي وساعد الأستاذ على فرز مؤخرتك لتتداعى تحت سلطة العصا التي أصبحت ملساء من شدة استعمالها وتعاقب سنوات عملها داخل الفصول. ستتذكر ذلك باعتزاز وفخر، لأنك الآن حصلت على شغل واشتريت سيارة جميلة وملأت بطنك بمأكولات لم تكن تحلم بها وأنت طفل صغير. وأنا كذلك مثلك أذكر كل ذلك، لكني لا أنسى سلختين لم يكن الغرض منهما تربيتي ولا تعليمي، بل كانت انتقاما مبالغا فيه، كانت عقابا يترجم عقلية المؤسسة وسطوتها آنذاك أمام جهل الآباء ورغبتهم في تعليمك لتصبح مصدرا مضمونا للرزق. عليك أن تساعد من أتى بعدك من إخوان وأخوات بعدما فقد والدك قدرته على العطاء. المهم، كانت القتلة الأولى عندما أعطيت لبنت المدير حبات من زريعة عباد الشمس، توقفت في حلقها فكادت تختنق. حملني المدير داخل مبنى الإدارة واستدعى أمهر الحمالين وأقواهم بنية، وانهال علي بكل قواه حتى كدت أفقد وعي. القتلة الثانية كانت من الأستاذ
عندما سرقت ساعة أبي وأهديتها له ابتقاء شره وخوفا من جبروته وتقربا منه، لكن والدي كان قد سبقه إلى تأديبي بالبيت حتى تقيأت له حقيقة الساعة المفقودة وخبر وجودها عند الأستاذ. وعندما طلبت من الأستاذ استردادها بكل لياقة بعد كذبة بيضاء ملفوفة بالخوف والحذر، نصب لي فخا في مادة التصريف باللغة الفرنسية وطلب مني تصريف فعل كان يصعب حتى على طلاب البكالوريا آنذاك. وبعد حملقة طويلة مشاغب وإصابتي بالخرس المبين، طلب من تلميذين عريضين حملي فوق الطاولة. كان هول الألم لا يطاق وصراخ اخترق الفصول المجاورة، فهبت أستاذة لنجدة مؤخرتي التي كادت تفرغ أثقالها مرغما. هذه اللمة الجميلة التي يشهد عليها البحر، قصتي بعنوان الموت. أنسل من قبري المتآكل كما تنسل الحشرجات من الموتى، أسير وأنا أتهجى شواهد القبور البيضاء الناصعة البياض، أنظر حولي يمنة ويسرى لا أجد إلا هامات أشجار منتصبة هنا وهناك، هدوء يصحب خطوات المتسارعة كما هموم الريح الباردة التي تقرص وجهي الشاحب بالأبلق الذي لم تلفحه خيوط الشمس منذ فترة خلودي هناك، أياد تمتد إلي تود مصاحبتي إلى خارج المقبرة العتيقة الهادئة الموحشة والمظلمة. أما أنا فأريد أن أبقى وحيدا كما كنت دائما، وجه واحد فقط أتذكره جيدا، وجه المرأة الممددة بثوبها الأبيض الرخيص بجانبي. عبثا كنت أحاول مراودتها، وعبثا كنت أتخيل جسدها العالي إلا من الديدان وهي تتلهى بجسدها الممشوق. سلام الله على الحضور الكريم، كي لا أطيل عليكم، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. أقدم إليكم قصيدة شعرية في الرساء. يا قطعة من أشلاف الكبد غات الردى من ربوة الثلد، فالدمع هطال ما ملكت عيني، وما غال الدهر بين أمس وغدي، وزهرة الذات فاضت من كلل وغاصت في ويلات من الكمد، فإن كان الفؤاد ألف الجوى وصاحب طيف أيوب في الجلد، فمصابي اليوم فاق المدى وكوت نيرانه غلالة الجسد. فيا أمه كفك في دمع العين تجلدي، وما السلوان إلا هبة من الأحد، ودريني أمطر في الأفق شمائله وأندب حظا بات بلا سند، فالنفس عاهدتني أن تصون عهده، والقلب عاهدني أن يبكيه إلى الأبد. كوكب غارت التريا من نوره، فأخفته الكواكب من الحسد. مساء الحب، مساء الشعر، مساء القصة، مساء الجمال، مساء الروح الصافية والنقية.
يكفيني أن أقول أني أحبكم. شكرا لصاحب الفضاء الذي خصص لنا هذا المكان حتى نلتقي ونوطد أواصر المحبة والإخاء. شكرا لجمعية تلات شكرا لجمعية تلات على تخصيصها لنا هذه الليلة الجميلة في شهر المكرم أدام والباو على أمة محمد بالخير والبركات. شكرا للأخ السرات، شكرا للجميع. أود أن أقول أن السيف كيف ما قلتش فيه كلمة في تكريمي، ولكن أنا كنقول لي أنت في القلب ما كتحتاج الكلمة مباركة نقولها في حقك، لأن أنت في دمي وكتجري في دمي. أخذوش كذلك. القصيدة زجلية بعنوان عزيني يا بويا. عزيني يا بويا في خيمنا اللحوة فرهت محكو مشقو أرض. عزيني يا خويا في سبعنا اللي طاحوا اليابو وصبح قرد. عزيني يا الميمة في صلاتنا لصبحة نوافل وتنسى الفرد. عزيني يا خويتي في طريقنا تحطولها وضياقة عرض. زماننا صبح زمان البهوت زمان الاخوات صبحة البغلة واللادة والقنفود منس والفروج بياض. مشات ايام المعسلة توت والحلو حماد من اللي حشوا الدومة من يومها دومها منار. وعزيني يا بويا عزيني يا بويا خلوطوا مكان من مصافي الغيصفار زادت امهم لكل نياب على فم الوقت العطار. طلقوا ديابهم سرحوا كلابهم عبية المصبح صياد صبح القاري جاهل والجاهل جهال علامة وحفاظ. دعاو بالعلم والثقافة دعاو شجاعة السيافة ونسبوا نفسهم للشرافة تيقوا راسهم ما خشاو في علافة خلقوا الكذبة وزادوا في الخرافة. وعزيني يا بويا عزيني يا بويا على حكامهم ما كان اعتراض اللي كحلو كعاد واللي بيضوا بياض. صبحوا الأولية وصبحوا الجواد صبحوا الشمس والمسكين اللي هم عباد عرس الدياب وتعلبهم الدرويش عراد. وعود الحديد حورك بلا ما تلجم والجاهل فينا اصبح خبير معلم والأمي فينا اصبح المعلمين يعلم اصبح يقرر ويشرع ويفهم والفهم المحلول يسكت ويكمم والفهم يقمع ويدرقم اصبح الأستاذ علي المقزم والطبيب مريض فاصمة مكلكم والمهندس راضي باللي عطى الله مسلم ورفقي محل حزم ومرزم زيزو. وعزيني أبويا طريقهم بالسواري مسرحة زرمية حرير مقادة معبورة وطريقنا بالحفاري مسطحة تصبر الأرواح صبير من دمنا دايرة قرنا ومسندة القبورة. وشبابنا بلا شغل عايش تفقير على الدنيا حالف شخطار وقاتل كسدة صورة شي مربي اللحية والسوالف عطير التخدير والشطيح والرديح والباقي مشغول بالطوطوفوت والكورة. وعزيني يا بويا عزيني يا بويا امتى يا بويا يفيق الراقد ويزيد ونسميه سعيد. امتى يا بويا نعطيو العهد ويتوحد صفنا نقولو غدا العيد. امتى يا بويا تكاد وتساوى الخلق وما يبقاو عبيد. امتى يا بويا ما نقولش لك عزيني ونقول لك بارك لينا الاتحاد والتوحيد. شكرا. موقف اتخذناه من كنت مدة على لا نقول حرفا في وسط يبان فيه الشعراء
وتهان فيه الثقافة، ويهان فيه كل صاحب كلمة جيدة أو صادقة، يعني في نسق ثقافي يريد أن يقصي المثقفين ويريد أن يفقدهم حتى الثقة في أنفسهم بأن يجعلهم على هامش العمران وهامش الحضارة، ويجعل حوارهم فيما بينهم ولا تصل كلمة ولا تصل كلمتهم إلى أبعد من آذانهم، فيصبحون هم الجمهور ويصبحون هم المتلقين وهم الملقين وهم الذين وتصبح هذه الكلمة لا تتراوح بين قوسين حوار داخلي مونولوج. قال النحاة: الجملة مسند ومسند إلي. قال العشاق: الجملة أنت وما عداك حشو. ثانيا: أي قلبي انبط في غيري فأنا منشغل عنك وأنت في صدري. خيبة ثالثة: الثلج يغار من بياض قلوبكم لأنه بياض لا يذوب. آخر البوح: ها أنا ذا أقتل موتي وأشتري حياتي بقبري أحمله فوق رأسي مع الحرف الآن أكتب ما لم أكتب بالأمس وأعلن في عكاظ الآن إني صابئ. ماذا تنتظرون؟ هذه الرمضاء والشمس ودا جسدي فعلى ظهري اكتبون. شدة الحر تحيي العقارب وجسمي الآن تخترق قنوات قريش، وما كان ذنبي سوى أن جسدي علته خضرة زمن الوك. اقتلون، ما عسى من جسدي أن يفيد، هناك فقط تجد للحياة ألف سبيل مستقيم وألف نهر للدنيا العقيم. لا تسألون ما الكتابة غير الجنون، الآن يلحقني النظر الآن أعطيه. ياس 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 ماذاك يا ربي؟ لما أعطيتني الحروف؟ هذا اللسان يعذبني ويرميني إلى الغرق وأبناء وطني يشاهدون. ما الذي دعاه لك باليم ما دعاه؟ من أعطاه الشارة من أعطاه؟ فليلقى حتفه من عصى هذه العصا أزور وتردني المعمعة قاتلات حولي. قدر عاج تحت السكين، قدر النعاج تحت السجين، قدر النعاج تحت السجين. صادفتني لغتي، تأدب للعبة قواعد فامتثل مع الحرف. الآن أسافر من جسدي إلى جسدي لا يهم، تطول المسافات ولا أجدون. أطوف وقلبي جمرة بيدي، ماذا تريد يا مخبر؟ أرفض الدخان، هذا الفحم داخلي أحرق كل ما بي من هوى. وخذني وقل في المحكمة تهمته أحرق نفسه ليلة العتمة مع الحرب. الآن أطوف بآهاتي أبذل هذه الآلام، أحصد تمر النار بيدي. من يصدق في بلادي ألعن بطن أمي، في بلادي أمقت يوم حرثي ويوم لون مقت الصورة. معذرة وردي سرقته الأيام ولا حق لي حتى في موتي. يتعبني هذا الرأس فلا تستحملني الآهات. آه يا بلدي نامي، سأدثرك بدمعي يا بلادي فاسمعي. في كل ليلة أقرأ الفنجان، خط يدي أبتر وبركاني أنار. العراب العراب شد رأسه وبكى. قدرك يا ولد أن يأس لك هذا البلد وأن تعاني مر الكبد. فكبر ليلة
مدتك وطول هذا الأمل. الله أكبر. الحش 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 القلب. وهذا الوطن الكمد. وهذا الوطن الكمد. سلام.